تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات اليوتيوب بالمحتوى الذي يذكرنا بضآلة الوجود البشرية. نحن البشر وجدنا على هذا الكوكب منذ آلاف السنين، ولكنه كان موجوداً من قبلنا ضمن مجموعة شمسية ومجرات عملاقة ربما عمرها ملايين السنين. إذا عدنا بالزمن إلى الإنسان الأول وعشنا يومه، نرى أنه عانى وعاش حياته مهدداً بخطر الحيوانات المفترسة والكوارث الطبيعية. والآن إنسان العصر الحديث لا يختلف عنه كثيراً، فلا زال القلق والخوف يكتنفانه بين آمال لم تجد سبيلها للتحقق وشعور بالعجز جراء ذلك. لقد اختلف الفلاسفة بتأملاتهم عن معنى الحياة، فمنهم من قال بوجود معنى أصيل في الموجودات وعلينا السعي لمعرفته. فكانت الشمس تضيء الكون لنا والقمر يضيء الليل لنا، ومنهم من نفى المعنى عن كل شيء فلا غاية واضحة للكون. يقول هذا الفيلسوف إن الحياة لا معنى لها ولا غاية للكون. تخيل معي هذا الكون الشاسع بآلاف النجوم والمجرات المتعددة، هذا ما نسميه الكون المرئي، بالطبع لا يدور من أجلنا. ومع التقدم ونشوء الوعي لدى الإنسان بضآلة وجوده، أدرك سخافة الإجابات القديمة ما دفعه إلى الإحباط والاكتئاب، وهذا ما يسميه الفلاسفة بالعدمية. تعني العدمية نفي المعنى أو الغاية عن كل شيء. فالشمس لا تدور في فلكها من أجلنا، ولا معنى للضوء المنبعث منها سوى المعنى الفيزيائي، وكذا القمر لا يضيء من أجلنا، بل إنه انعكاس لضوء الشمس عليها. تبدو تلك الرؤية سوداوية وباعثة على الإحباط كما ذكرنا، ولكن ألا يوجد سبيل آخر للنظر إلى هذه الظواهر؟ هل يمكن للإنسان ألا يقع في شرك الاكتئاب مع إدراكه بغياب المعنى عن هذه الأمور؟ تلك ما يمكننا أن نسميها العدمية التفاؤلية. تعني العدمية التفاؤلية إدراك سخافة المعنى الذي فكر فيه أجدادنا عن العالم، أننا لسنا محور الكون ولا مركزه، بل هو أقدم بكثير مما ظننا. إدراك أن الرؤية القديمة لم تعد صالحة لتفسير ظواهر الكون بعد النتائج العلمية، ولكنها لا تدفع بنا إلى السوداوية والإحباط أو العجز عن فعل أي شيء. تدعونا العدمية التفاؤلية إلى تقبل الرؤية الأكثر نضوجاً عن العالم والتحرر من فخ الاكتئاب. إنها تدعونا لنتسامح مع الأخطاء التي اقترفتها يدانا وغيرنا. ففي النهاية، ماذا سيكون تأثير هذا الخطأ في هذا التاريخ الطويل من عمر الكون؟ سيكون طي النسيان سريعاً. تدعونا إلى التهاون مع القلق الوجودي والمخاوف الكبرى، فكل شيء في النهاية لا معنى له سوى ذلك المعنى الذي نطلقه نحن عليه، والأمور لن تكون سيئة أو جيدة دون حكمنا عليها. هكذا تكون العدمية التفاؤلية ترياقاً لليأس والإحباط، مقاومة فكرية لنتائج العلم التي نزعت المعاني البالية الأسطورية للإنسان القديم، رؤية تجعلنا أكثر تفاؤلاً وحرية في التعامل مع واقعنا بعد أن أهلكنا الوعي وأثقلنا بشباكه. بمجرد أن تدرك أن لك فرصة واحدة في هذا التاريخ الطويل من عمر الكون، لن تبالغ في الحزن على ما فاتك، ولن يكون الكون مرعباً كما كان أمام الإنسان القديم. فإذا لم يكن هناك قواعد واضحة للكون، عليك أن تخلق قواعدك بنفسك. وإذا لم يكن هناك غاية، اخلقها أنت، ولتكن تلك الغاية أن تتقن عملك، أن تشفي المرضى، أن تترافع عن الأبرياء لتنقذهم من براثن السجن، أو تكن إنجاب الأطفال والعناية بهم. أيا تكن غايتك، لن يهم في النهاية إلا إيمانك بها.